كل قصر من القصور الرئاسية يبدأ بكلمة بيت، وهي هنا ذات دلالات تتجاوز المفردة الاعتيادية لتصل إلى أقصى درجات الحلم، حلم كل واحد منا عندما يبني له بيتا. ويعلو البناء شيئا فشيئا، وتتوسع المساحات وتتضخم الجدران، وفي النهاية يصبح البيت الصغير قصرا منيفا وصرحا عظيما لا تقف أمام تنفيذه أي ظروف مهما كانت درجة قساوتها، حتى لو كانت بحجم الحرب. تبدأ أيضا الزيارات المفاجئة لصاحب البيت الذي يلقي بملاحظات تفصيلية هنا وهناك لا تتعدى كونها أوامر غير قابلة للنقاش. ولأن صدام كان كثير الحلم، فإن أحلامه كان يجب أن تتحقق على أرض الواقع، وكان هناك من يحقق هذه الأحلام التي يكون ثمنها باهظا في نهاية المطاف. نادي الفارس العربي يعد من أكبر المواقع الرئاسية التي بنيت في بغداد، وبوشر العمل فيه عام 1988. يتكون هذا الموقع من قصر رئيسي بمساحة قدرها 37431 متر مربع، تحيطه مسطحات مائية تشمل بحيرة الفاو وبحيرة النداء وبحيرة القرية النموذجية، إضافة إلى قناة القادسية. أما دور الاستراحة 28 الملحقة بالقصر فتبلغ مساحتها البنائية مع توسعاتها قرابة 37874 متر مربع، وعلى موقع مساحته 315 دونم تتضمن أبنية ومساحات وطرقا وحدائق وممرات. حكاية قصر الفاو بدأت مع شروع معركة تحرير الفاو، وفي الوقت الذي ذهب خيرة شباب العراق ضحية لتلك المعركة الكبيرة، وترملت النساء وتيتم الأطفال، كان صدام يجازي كل تلك التضحيات الجسام عبر بناء قصر آخر يضاف إلى سلسلة قصوره. اختيار اسم الفاو للقصر لم يأتي صدفة، إنما قرار حتمه تزامن مرحلة التخطيط الأولى مع معركة تحرير الفاو، إلا أن الرمز الذي حمله القصر هو الرقم 50، وهكذا تحولت القصور إلى أرقام لأسباب أمنية بحتة. الفاو ليست معركة فحسب، وإنما قصر يتوسط البحيرة ويتوسط المنطقة الفاصلة بين الحلم والحقيقة، بين الرغبة المتعالية والواقع الخشن، بين المياه القلقة والأرض الثابتة، وقد جعل ذلك الاختلاف بينه وبين باقي القصور منه قصرا مميزا. إن أهم ما يميز القصر كونه أنشئ داخل بحيرة، وإن لم تكن في هذه البقعة من الأرض أي بحيرة، إلا أن ذلك لا يحد من ضخامة الحلم ولا يجعل تحقيقه أمرا مستحيلا. ففي جميع القصور الرئاسية يمكن اكتشاف اسم القصر ورموزه ودلالاته من خلال أبيات من الشعر العمودي.
سلاما على الفاو عز الحما، سلاما على أرضها والسماء. دقت أعداد هائلة من الركائز الفولاذية للإحاطة بجدار كبير من الكونكريت المسلح تحت الأرض للحد من خطورة المياه الجوفية حينما وصل الحفر إلى قرابة 11 مترا. وكان ذلك المشروع برمته من اختصاص الشركات اليوغوسلافية في وقت لم يكن المهندس العراقي يجرؤ أن يبني قصرا. في عام 1990 بدأ غزو الكويت وتصاعدت وتيرة التهديدات العسكرية حينما رفض صدام الانسحاب منها، فانسحبت الشركات الأجنبية من العراق وبضمنها الشركة اليوغوسلافية التي كانت قد بدأت قبل سنتين من ذلك التاريخ مشروع نادي الفارس العربي وقصر الفاو، ولاحت في الأفق بوادر الموقف الحرج. كان السؤال الذي يدور في مكاتب دائرة الشؤون الهندسية هو هل يتوقف البناء في قصر الفاو أم يستمر البناء بشكل أو بآخر، وعلى أيدي المهندسين العراقيين في أول تجربة لهم لتشييد قصر وسط بحيرة أو بحيرة تحيط بقصر. بيد أن ذلك التحدي واجه ظروفا تسببت في إيقاف العمل، منها انشغال دائرة الشؤون الهندسية بالحملة الكبرى لإعمار القصور التي تعرضت للقصف الجوي أثناء الحرب. كانت نسبة التدمير تتراوح بين 10% إلى 40% في كل من القصر الجمهوري في بغداد والقصر الرئاسي في الموصل والقصر الرئاسي في البصرة وقصر النصر في الرضوانية. بعد انتهاء حرب الخليج الثانية سارت 16 محافظة من مجموع محافظات العراق 18 في انتفاضة آذار عام 1991، لكن صدام سحق الانتفاضة بوحشية، وبدأت بعد ذلك حملة تجفيف الأهوار للقضاء على المقاومة المسلحة التي بقيت تقاتل حتى ذلك الحين. لم تكن الكارثة البيئية التي حلت بطبوغرافية الجنوب وغيرت مجرى أنهارها وطمرت الأهوار التي كانت قد ولدت مع ولادة بلاد الرافدين، لم تكن تشكل لصدام أي مشكلة ولم تحد من ضخامة أحلامه. فبإشارة منه جففت الأهوار وهاجرت الأنهار إلى وجهة أخرى لتولد البحيرات في أمكنة سرية لا تقع عليها أعين العراقيين. قام منفذو الأحلام بمد ذراع مائي من نهر دجلة الذي يسقي مئات الآلاف من الأراضي الزراعية وتحويل مياهه إلى بحيرات للاستجمام والتمتع بمرأى فريد من نوعه لا نجد له مثيلا في العراق، حيث تحيلنا هذه البحيرات المحيطة بالقصر وبيوت الضيافة إلى قصور ملوك أوروبا. هنا يتم ضخ آلاف الأمتار المكعبة من الماء يوميا عبر منظومة أنابيب طويلة ومنظومة أخرى معاكسة تبذل المياه في قناة القادسية. مر قصر الفاو مثل غيره من القصور الرئاسية بالفترة المظلمة، وهو المصطلح المتعارف عليه بين المهندسين
حينما أصدر صدام أوامره الصارمة بإزالة الأهرامات والمثلثات وجميع الأشكال الهندسية من النقوش والتي تقترب من علامة الصليب.